فقط سأشير إلى هذا العاجل كما يعرض له الزملاء، فقد جرى إطلاق سراح طاقم عمل القاهرة الإخبارية بالكامل من جانب السلطات الإسرائيلية. كنا قد أشرنا إلى أن الزميلة دانا أبو شمسية ومعها الفريق العامل في تل أبيب جرى توقيفهم من جانب دورية أمنية إسرائيلية، وكنا حتى قد تابعنا بعض اللقطات التي كانت تظهر لحظة استيقاف دانا مع فريق العمل. نحن خلال دقائق بإذن الله سنحاول أن نتواصل مع دانا أبو شمسية.